لك اسمها العزيزة وللبرنامج ولكادر البرنامج. حياك لضيفك الكريمة أيضا. حياك. يعني أني رحت للتقاعد قطعة وراتبنا شهرين صار. رحت للتقاعد وطلبوا صورة قيد. ورحت لصورة قيد وطلعوا لي يعني طلعوا لي صح صدور ماشي أخوي متوفي من 2012 قالوا تروح تجيب منصب العدلي صح صدور وأنا أسبوعين داف لي 300,000 دينار وهو التقاعد 300,000 أبوي خادم 30 سنة ياخذ 300,000 دينار وناس خادمة 15 سنة تاخذ 1,750,000 هاي العدالة مال الدولة أنا اللي دحين الضيف هاي عدالة الدولة العراقي اللي ضحى بنفسه ومريض ويروح يداوم ويجيبونه بسيارة الإسعاف ويودوه للمستشفى يعني 300,000 دينار علاجات ما تكفي والله العلي العظيم وإن حالتنا تعبانة يعني مو تقول إحنا يعني ناس أغنياء يعني ذو الدخل المحدود وبالنسبة مو بس التقاعد كل دوائر الدولة الفساد فيها مستشري وظيفي يعلم ذلك ومن ضمنها دائرة المرور كل شهر إيراداتها 34 مليار أريد أسأل الضيف أقول له وين هاي الفلوس تروح أين تذهب هذه الأموال وهي معروفة تذهب إلى الأحزاب التي حكمت العراق منذ 20 عاما وشكرا جزيلا لك. شكرا عبد الله. يعني السؤال كان موجه إليك سيد حيدر. تحية للأستاذ عبد الله وشكرا على صراحته. الشق الأول من السؤال هو يعني ذكرته قبل شوية أنه موضوع تحديد الراتب التقاعدي هو يحدد القانون هيئة التقاعد الوطنية سواء كانت الشق المدني أو العسكري تعمل على وفق قانون هذا القانون ما ممكن تتلاعب به تعتمد على شهادة آخر راتب استلم الموظف قبل أن يحالل التقاعد وراح توصل هذه شهادة الراتب ويتم احتسابها على حسب الدرجة الوظيفية وسنوات الخدمة وما إلى ذلك. نعم. الشق الآخر الفلوس وين تروح؟ الفلوس معروفة وين تروح؟ أكو هنالك قانون خاص بالجباية مو فقط دائرة المرور تستلم جباية من المواطنين أغلب دوائر الدولة أمانة بغداد وكذلك دوائر الضريبة ودوائر الخزينة و كثير من الدوائر احنا عندما يراجعها المواطن يدفع رسوم هذه كلها خاضعة إلى قانون الجباية وتذهب إلى الخزينة الاتحادية في وزارة المالية لا تروح إلى أحزاب ولا تروح إلى أشخاص وكل هذه الأموال هي مسيطر عليها وزارة المالية هي راح تأخذ على عاتقها باعتبارها هي الخزنة العراقية أو هي اللي تصرف الأموال إلى المؤسسات بحسب ما هي ترتيب وبحسب القانون وتوزع هذه الأموال على الوزارات ولا إحنا الآن من نأخذ راتب من نأكل من نشرب من يصير مشاريع كل هذه الأموال تضاف إلى الخزينة ويتم توزيعها بحسب القانون اللي تخضع له موضوع قانون